استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل الشباب المشاركين في النسخة الثانية من برنامج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقيادة الذي شهد مشاركة 23 شابا وشابة من مملكة البحرين. وقال سموه إن جميع البرامج التي تقدمها مؤسسة ناصر بن حمد للشباب البحريني تسعى إلى تنمية قدرات الشباب وصقلها، خاصة وأنهم كانوا وما زالوا موضع اهتمامنا وتركيزنا، وذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المفدى، حيث قمنا بإطلاق العديد من المبادرات والجوائز التي تحث الشباب على الإبداع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم القيادية، مؤكدا بناء الاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بالشباب والقائمة على الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل المملكة. وأشار سموه إلى أن البرنامج يعد بمثابة فرصة مثيرة ومتاحة لطموح القيادات الشابة في مملكة البحرين، وأضاف سموه أن مثل هذه الدورات ستتواصل وستقدم بشكل متواصل أملا في تزويد الشباب بالخبرات والمهارات اللازمة ليتمكنوا من المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة. أما الشباب المشاركون في دورة القيادة فقد أشاروا إلى أهمية النسخة الثانية من برنامج ناصر بن حمد للقيادة وما تتضمنه من أهداف تعكس تطلعات سموه برفع مستوى القدرات والإمكانيات القيادية لدى الشباب، مؤكدين حرصهم على تطبيق ما جاء في الدورة من أجل خدمة المملكة في مختلف القطاعات.